الراديو 90-90 هواها مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة، والحلقة الأولى بعد شهر رمضان وبعد عيد الفطر. كل سنة وانتم طيبين مع برنامجكم أولادنا. النهاردة الجمعة 7/7/2017. طبعا في ناس كتير بتحب التاريخ ده وبتحب تعقد فيه مناسبتها الكريمة، 7/7/2017. يا رب يجعل كل مناسباتكم كريمة. النهاردة كمان 13 شوال سنة 1438 هجرية. كل سنة طيبين. وفي أول كل حلقة بنقول هنتكلم عن إيه، وبعدين نتوجه إلى الله بالدعاء الكريم اللي جعلناه شعار للبرنامج، وهو دعاء التوجه أو دعاء الاستفتاح. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن صيام التطوع، باعتبار ان خلصنا صيام رمضان، صيام الفريضة. فهل تنقطع علاقتنا بالصيام، ولا نستمر في بعض الايام نصومها ونحاول ندرب انفسنا على الصيام التطوعي والاختياري تقربا الى الله عز وجل؟ وبعدين قبل ما نبتدي عايزين بقى نتوجه الى الله عز وجل بقلب خاشع وبلسان صادق، لأن شرط الدعاء عشان تشعر وربنا إن شاء الله يتقبله إنك تعيشه، تعيش معناه، تطلبه بجد، ويكون عندك يقين في إن ربنا هيستجيب لك دعائك، لأنك شايف ملكش غيره. مين هيجيب المضطر إذا دعاه؟ مفيش حد هيلبي لك دعائك في ساعة الاضطرار غير ربنا. فإحساسك ده هو الشفاعة عند الله عز وجل لقبول الدعاء. فنقول الدعاء الكريم اللي كان سيدنا النبي اعتاد انه يقوله في اول كل صلاة ينشأها بعد تكبيرة الإحرام وقبل ما يقرأ سورة الفاتحة، كان بيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. مرة تانية: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مرة تانية: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. مرة تانية: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مرة تانية: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. مرة تانية: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. آمنت بك، تباركت وتعاليت، لبيك وسعديك، أنا بك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك. مرة تانية: آمنت بك، تباركت وتعاليت، لبيك وسعديك، أنا بك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ إلا إليك،
أستغفرك وأتوب إليك. وبعد، فمجددا كل أسبوع طيبين وكل يوم وانتوا بخير. وقبل ما نبتدي عايزين برضو نذكر كده أبنائنا وإخواننا الأبطال اللي قاعدين في ثغور مصر لحمايتها وحفظها من الإرهاب ومواجهتهم لكل فئات الشر والبغي بصدورهم، وهم على يقين إن هم بيأدوا أسمى رسالة: حماية الشعب، تمكين الشعب إنه يعيش آمن. فصدروا أنفسهم في أماكنهم إن هم يتلقوا أي ضربة بس الشعب يعيش في أمان. كل التحية لرجال الجيش والشرطة. دول مين؟ ولادنا وإخواتنا. مين رجال الجيش والشرطة غير خيرة شباب مصر؟ كل التحية ليهم والأسرهم اللي بتساندهم، أسرهم اللي واقفة وراهم، أسرهم اللي بتأزرهم وتقول لهم إن أنتوا في الطريق الصح. إحنا بنضحي بيكم علشان بقية الشعب يعيش، لأن ربنا جعل الأمان والرزق حق للإنسان، فاللي يكفل الرزق للإنسان يبقى قام بوظيفة إلهية، قام برسالة ربانية. وكمان اللي هيقوم بحماية الإنسان وتأمينه بيقوم بنفس تلك الرسالة، كما قال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بس الإطعام من جوع مش هينزل بإعجاز سماوي، لا، بإيد جنود، بإيد شباب اللي ربنا اصطفاهم إن هم يحققوا رسالته في تأمين الناس وفي إطعام الناس. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مش هتنزل الملائكة عشان تحمينا، دي مسؤوليتنا احنا البشر، احنا المسؤول عن انفسنا، لان ربنا استخلفنا وكلفنا نحمي نفسنا ونبني حضارتنا. هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، جعلكم عمارها وبانيها. دي مسؤوليتنا، مش مسؤولية الملائكة. ربنا ما كلفش الملائكة تقوم بوظيفة الانسان، الانسان مسؤول بوظيفته. الانسان اللي هيحقق مراد ربنا في اعمار الارض ومراد ربنا في استخلاف الإنسان وتمكينه من عبادة ربنا وتأمين الآخرين، كما قال سبحانه: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هو ده الإنسان اللي يستبشر بفضل ربنا عليه. أما الإنسان الآخر الغادر الخاين اللي بيطمع، أو على فكرة كل الإرهابيين اللي انتوا بتسمعوا عنهم دول ما بيشتغلوش لصالح أنفسهم، ده دول جمعوا بين خستين. الخسة الأولى بيقوموا دور الإرهاب ودور الغدر والخيانة. الخسة الثانية إن هم بيقوموا بهذا الدور لصالح غيرهم، مش لصالحهم هم. هم بياخدوا الفتات مكسب بسيط بيموتهم، وفي مقابل كم دولار بيسيبوه لولادهم أو بيسيبوه من وراهم. يعني الخستين دول من أسوأ ما يمكن لإنسان أنه يتحلب أو يتخلق بيهم خلق غير كريم. بيشتغل بخيانة، وكمان الخيانة لصالح غيره مش لصالح نفسه. لكن شوفوا بقى الإنسان اللي صدر نفسه علشان يحقق رسالة ربنا في الأرض: إطعام الآخر وتأمين الآخر. ده رسالته إيه؟ نسمع لربنا بيقول عليهم إيه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. شفتوا يا شباب جيش مصر ويا شباب شرطة مصر، ربنا بيعرض عليكم أجمل عرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بتعملوا إيه يا جيش مصر؟ بتعملوا إيه يا شرطة مصر؟ واقفين تقاتلون في سبيل الله. من إيه سبيل ربنا؟ سبيل ربنا إن الناس تطعم من جوع، وإن الناس تعيش في أمان من خوف. ده سبيل ربنا. انتوا قايمين بالرسالة دي اللي ربنا وعد بها خلقه. إذا انتوا جنود ربنا في الأرض، فربنا اشتراكم واداكوا هذه المنحة العظيمة. لما ربنا اداكوا المنحة دي بيقول إيه؟ وعدا عليه حقا في التوراة. التوراة ده الآية دي في القرآن الكريم. أيوة، كأن القرآن الكريم بيقول لك سيب الناس تؤمن بأي كتاب سماوي، لأن التوراة من الله والإنجيل من الله والقرآن من الله. دخلكوا إيه في قناعات الناس؟ ما تسيبوا الناس بقناعتها بحسب حسن ضميرها. ما فيش واحد منكم يجعل ضميره حكم على ضمير غيره. ما تسيبوا الناس بضمائرها. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل القرآن، طالما إن أنتوا مؤمنين بسلامة ضمائركم بهذا الكتاب السماوي المنسوب لله عز وجل، وقمتم بدور تأمين الآخر في غذائه وفي حياته وأمنه، اطمنهم وعدنا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. احنا هنكمل؟ هنكمل مسيرتنا في حماية الإنسان. أيوة، ده طريق ملوش خيار تاني. مفيش خيار غير إن احنا نقوم برسالة ربنا في تأمين خلق الله. الناس تاكل في حلال وتعيش في أمان. ودي رسالة الجيش والشرطة، وكمان رسالة الشعب اللي ورا الجيش والشرطة، الأسر الكريمة، الأمهات، الآباء، الإخوة والأخوات اللي ورا رجال جيشنا واللي ورا رجال شرطتنا. كل التحية ليكم، ونحن مستمرين لحماية بلدنا. وبعدين آن الأوان إن احنا هنشعر بالنصر القريب اللي فيها ينتحر الإرهاب وهيتوارى إلى الأبد بإذن الله، لما يعرفوا وييأسوا من إن تخريبهم اللي المقصود بيه هز ثقة الشعب في بعضه، وهز ثقة أسر رجال الجيش والشرطة في ممارسة ولادهم للرسالة الأمنية العظيمة اللي بيقوم بها الجيش والشرطة. ساعة ما هيئسهم، وقريبا خلاص لازم يئسوا، لأن هم على غير الحق. ودايما فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق باقي، الحق هو ربنا، واللي هيقف جنب الحق بيقف جنب الباقي. أما الباطل زائل لا محالة، واللي هيقف جنب الباطل إلى زوال. وكل المؤشرات بتقول إن زوالهم قرب، وخاصة بعد اكتشاف مين مرجعيتهم ومين الداعم ليهم، وبدأ الخناق يتضح ويزداد على مرجعيتهم. فهانت جدا، وفي خلال فترة قصيرة الشعب المصري هيعلن انتصاره الأبدي على الإرهاب. ونكمل بعد الفاصل. يا رب اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. عدنا لحضراتكم من جديد مع برنامجكم أولادنا، وقلنا بالفاصل موضوعنا النهاردة عن صيام التطوع. يعني إيه صيام التطوع؟ يعني الصيام النافلة اللي سيادتك بتتقرب بيه لله عز وجل ابتداء من نيتك بدون مطالبة دينية،
يعني ما هو الصيام مفروض فرض ديني، ربنا ما أمرش بيه على سبيل الجزم أو على سبيل الحتم، ولكن ربنا فتح باب التطوع لمن يرغب، فاللي عاوز يرغب في صلاة تطوعية باب مفتوح، اللي عاوز يرغب في صيام تطوعي الباب مفتوح، اللي عاوز يرغب في صدقة تطوعية الباب مفتوح. فتح الباب لفعل الخير وفعل القرب اللي هي فيها تعبد لله عز وجل. طب ليه هنتكلم عن صيام التطوع؟ لأن انتهينا من صيام رمضان منذ أقل من أسبوعين، يعني لما صمنا صيام رمضان كان صيام فريضة دينية لمن آمن بالإسلام الخاتم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي الحديث في البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله إن في أعرابي راح سأل سيدنا النبي قال له كم فرض ربك علينا من الصيام؟ قال أن تصوم شهر رمضان. قال هل هناك من زيادة؟ قال لا، إلا أن تطوع. الرجل ده قال والله لن أتطوع. وفي نهاية الحديث سيدنا النبي قال أفلح إن صدق، يعني لو إن الإنسان التزم فقط بأداء الفرائض أو الواجبات الدينية من الصلوات الخمسة وصيام شهر رمضان بس، وأداء الزكاة المقررة، وكمان أتى بالحج مرة في العمر، خلاص أدى الأركان الكاملة في العبادات التي ألزمنا الله بها. لكن كتير من الناس ما بيشبعوش من أداء العبادات المفروضة، فلما بيصلي الظهر شايف كده إنه نفسه يصلي كمان، شاعر كده باحتياج لسه ما شبعش، فعشان كده شرعت الصلاة النافلة. اللي عاوز يصلي سنة الظهر القبلية 2 وسنة الظهر البعدية 2 أو 4 و4 الباب مفتوح، وهكذا في سائر الصلوات الخمسة لها مسنونات بنسميها مسنونات راتبة. في كمان الصوم، اللي صام شهر رمضان وما شبعش ونفسه كمان يقدم عبادة الصوم لله أكتر من شهر رمضان، الباب مفتوح. فلأجل هذا بنقول صيام اسمه صيام التطوع، ربنا ما بيحرمش حد نفسه يتزود من العبادة. ده حتى في الحج لما ربنا بيقول لنا ايه، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللي عاوز يتزود باب مفتوح ونرغبه في التزود من التقوى، عشان لما سيادتك بتأدي النوافل أو بتأدي تطوع من العبادات أنت بتزود رصيدك في الثواب، وكمان بتزود رصيدك في تربيتك لنفسك، لأن العبادة أصلا تربية للنفس زي ما هنتكلم. فالباب مفتوح من باب ان احنا نرغب الانسان في انه يطهر نفسه بنفسه. ازاي يرتقي بضميره؟ ارتقائك بالضمير بابه انك تزود النوافل او تأتي بالنوافل من العبادات اللي هي التطوع من العبادات، سواء كان صلاة مسنونة ولا صيام مسنون ولا حج مسنون ولا أي عبادة بتقدمها ربنا ما أمرش بيها، ولكن فتح طريقها. كمان الفايدة الأخرى إن الإنسان بيبقى كتير من البشر تواق ومتعطش إلى إنه يزود العبادة شوية، يعني مثلا كان من ضمن الشباب المعروفين أيام سيدنا النبي عبد الله ابن عمرو ابن العاص، ده كان شاب في مقتبل عمره لأنه اتولد سنة 9 قبل الهجرة، يعني لما النبي هاجر إلى المدينة المنورة كان سنه 9 سنين، ولما النبي مات سنة 13 هجرية يبقى كان سنه 20 سنة، يعني يوم موت سيدنا النبي كان عبد الله ابن عمرو بن العاص عمره 20 سنة.
شوفوا بقى لما النبي عاش 10 سنين أو 10 سنين ونص في المدينة المنورة كان هو فوق 10 سنين. 10 سنين ده 10 و12 و15 و17 سن المراهقة، فكان بيحب الصوم الكتير. فعشان كده النبي استدعاه قال له بلغني انك بتصوم النهار وتقوم الليل. قال له نعم يا رسول الله. قال له لا تفعل، ولكن صوم وافطر وصلي وارقد. قال له أطيق يا رسول الله. قال له طيب صوم في الشهر 3 أيام. قال له أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال له صيام 3 أيام في الشهر يعدل صيام الشهر، لأن الحسنة 10 أمثالها، 3 × 10 = 30 والشهر 30 يوم، صيام 3 أيام في الشهر يعدل صيام الشهر. قال له يا رسول الله أنا أطيق أكثر من هذا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب إذا صوم يوم وافطر يوم. قال له أطيق أكثر من هذا يا رسول الله. قال له هذا صيام أخي داود لا أفضل منه، لا صيام أفضل من صيام أخي داود، صوم يوم وافطر يوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام إلى الأبد، لا صام من صام إلى الأبد. لما لقاه يرغب في التشدد على نفسي أكثر من هذا وبيقول أنا أقدر أصوم أكثر من كده، فسيدنا النبي قال له لا صام من صام إلى الأبد. يعني هتصوم عمرك كله كل يوم تصوم كل يوم تصوم؟ لا، لا صوم لك. طبعا جملة لا صام من صام إلى الأبد لها أكثر من تفسير، والمفسرين ذكروها منها إنه دعاء، يعني عارف زي ما تقول الواحد إن شاء الله ما عملت كذا، لا صام من صام إلى الأبد. وده تفسير بعيد، لأن المعروف إن سيدنا النبي ما بيدعيش على حد، لكن ممكن تفسر الصيغة دي بهذا المعنى الظاهري. التفسير الثاني لا صام من صام إلى الأبد، يعني اللي هيصوم بصفة مستمرة إلى الأبد لا صوم له. في كمان تفسير ثالث يعني إنه مش هيقدر يكمل لو إنه قرر يصوم إلى الأبد. أنت هتقرر تصوم كل يوم، هتقدر في فترة شبابك، وهيجي لك لحظة مرض أو احتياج وتلاقي نفسك مش قادر تصوم للأبد، أو بعد كبر السن تضعف وما تقدرش تصوم إلى الأبد. المهم إن من يرغب في التطوع ومن يرغب في التقرب الله عز وجل بالنوافل وخاصة الصوم فالطريق مفتوح. انتوا عارفين صيام التطوع ثمرته ايه؟ ربنا قال لنا ثمرته في القرآن الكريم في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايه؟ تتقون. يعني الصوم بياخد بإيد الإنسان إلى التقوى. التقوى على فكرة هفسرها لكم بتفسير بسيط، مش بالتفسير المجازي أو البلاغي اللي بيذكر ويتوه الإنسان عن معنى التقوى. التقوى الضمير الصاحي، التقوى النفس المتيقظة والإنسان البريء في داخله. التقوى هي دي، ضميرك يبقى صاحي، وانت أكيد على حسب معيار ضميرك انت أدرى بالحق وتفرق عنه عن الباطل. انت ايوة كل بني آدم عارف كويس قوي النور ايه والظلام ايه، عارف كويس قوي الحق ايه والباطل ايه. مش عايزين نضحك على انفسنا ونقول الحق والباطل والعدل والظلم يعرفوا اصحاب الخطاب الديني، لا انا اسف، ده معنى كده ان البشرية قاصرة وعاجزة عن معرفة الحق من الباطل. فين قول الله عز وجل وهديناه النجدين؟ ربنا عرف كل انسان طريقين. وسيدنا النبي قال له وبصر ابن معبد البر ما اطمأنت اليه النفس واستراح اليه القلب، والاثم ما حكى في النفس وتردد في الصدر وكرهت ان يطال عليه الناس. يا وبصر استفت نفسك استفت قلبك، وان افتاك الناس افتوك. لازم الخطاب الديني يغير من نفسه ويمكن كل انسان انه يحكم على نفسه وانه يبني ضميره وانه يتيقظ ويتشيل المسؤولية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يا أصحاب الخطاب الديني أرجوكم خلوا الناس تشيل المسؤولية،
خلوا ولادنا يشيلوا المسؤولية. يشيلوا المسؤولية ازاي؟ الا عن طريق انك تقول له حكم ضميرك، حكم قلبك يا اخي، شيل معانا المسؤولية، مش تبقى على عليا وانا اللي هوجهك. لا، لما الخطاب الديني قعد 100 سنة من يوم ما ابتلينا بالخطاب الديني الاحادي الوصائي ويقولوا لنا احنا الاعلم بالحق من الباطل، واحنا حماة الدين وحراس العقيدة. حماة الدين وحراس عقيدة مين؟ انفسهم ولا احنا؟ هو ربنا ابتعثهم عشان يحمونا احنا ديننا؟ لا اله الا الله، انت ربنا فوضك يا انسان في حماية دينك وصيانته وتقديسه، وفوضنا انا كمان في حماية ديني، مش انا المسؤول عن دينك انت. انت لما تستنصر بيا وتقول لي احميني فلان الظالم، هقف جنبك عشان احميك من الظالم من ظلم فلان. وانا كمان لما استنصر بيك تقف جنبي عشان فلان الظالم جاي يظلمني، انت تقف جنبي. اما الدين لا، الدين علاقة بينك ومن ربنا، ما حدش دخل فيها، وما حدش يقول انا اعرف اكتر منك. تعرف اكتر مني؟ اه، ربنا يبارك لك يا اخي في معرفتك، وسيبني انا بسلامة ضميري وسلامة نيتي. التقوى الضمير، فصيام التطوع بتربي الضمير. ليه بتربي الضمير؟ لان سيادتك لما بتلاقي الاكل ما بتاكلش، رغم ان محدش شايفك غير ربنا، فانت بتقول انا صايم صيام تطوع مش واكل، لان انا قررت اصوم من الفجر لحد المغرب. ما بتخونش ضميرك. اذا شفت الصيام بيربي فيك ازاي المعنى التقوى؟ بيربي فيك الضمير. اتنين، بتقول لنفسك انا كان ممكن افطر وحقي افطر، والدين ما امرنيش ان انا اصوم، بس انا قررت اصوم تطوعا لله، انا بتقرب لله عز وجل. ده مش تربيه ضمير ولا ايه؟ اذا الصوم بيربي الضمير اللي بنسميه في اصطلاحا التقوى، وبيزكي النفس يطهرها، وكمان بيجاهدها. يعني ايه بيجاهدها؟ ايوه، هو لازم نعرف اول كمان ان الصوم ده افضل ما يمكن ان يتقرب به العبد الى الله عز وجل. في حديث في البخاري ومسلم عن ابي هريره ان سيدنا النبي بيقول كل عمل بني ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. الله عليك يا رسول الله، وانت بتحكي عن رب العزه في الحديث القدسي اللي بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم له فوائد كتير، فوائد لا يمكن إن احنا نحصيها، وكفاية قوي إن الإنسان بيقول لنفسه إن أنا بضبط مواعيد الأكل، بضبط مواعيد الشرب، بقدر أقول لنفسي لا، وأقدر أقول لنفسي آه. عشان كده ان بنعرف ان الصوم مدرسة للتقوى، مدرسة لتربية الضمير. الحديث ده هو اللي احنا ذكرته، رواه ابن خزيمة وزاد فيه يدع طعامه وشرابه من اجلي، او يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. الانسان بيفسر يعني ازاي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. في روايه ابن خزيمة بيقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. شوف انت يا انسان قدرت تاخد هذا القرار من اجل الله؟ عشان كده كان صيام التطوع بناء للتقوى وبناء للضمير وتزكيه للنفس ومجاهده للنفس. ونكمل بعد الفاصل. يا رب اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وبعد، فقد عدنا لحضراتكم من جديد مع برنامجكم أولادنا، وقلنا قبل الفاصل موضوعنا النهاردة عن صيام التطوع. ليه عن صيام التطوع؟ لأن انتهى صيام الفريضة وصيام رمضان، نقطع علاقتنا بالصوم؟ الجواب لا. ليه؟ واحد، لان لازم باب الخير فتح، ومن اراد ان يتزود بالتقوى لازم يبقى باب التزود مفتوح، ما يبقاش مغلق. اللي فاته شيء من الاخلاص في شهر رمضان يقدر يعوضه بصيام التطوع. الامر الثاني ان في ناس اصلا ما بتشبعش من اداء العباده، وتبقى شعره بتعطش، فليه تحرم
من ان يكون باب العبادة مفتوح، فربنا فتح باب التزود من النوافل سواء كان في الصلاة او في الصوم او في الحج او في العمرة. عرفنا ان صيام التطوع ده بيأسس التقوى في القلب، وعرفنا ان التقوى الضمير، يقظة الضمير، التقوى دي خلاصتها. صحيح روي عن أئمة كبار تفسيرات بلاغية في التقوى، وأنا بعتبر التفسير البلاغي في التقوى في زمن ما فيش فيه اهتمام بعلم البلاغة يبقى احنا بنغيب الناس عن تعريف التقوى. يعني مثلا من ضمن تعريف التقوى الإمام علي بن أبي طالب: العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد إلى يوم الرحيل. جميل، لغة بلاغية فصيحة، فلكن بتعجز الإنسان عن معرفة التقوى. يقول أنا بقى هقدر أعمل بالتنزيل وهقدر أرضى بالقليل وهقدر أستعد ليوم الرحيل، مادام أنا مش قادر إذن بيني وبين التقوى مسافات وييأس وما يبقاش تقوى بقى. خلاص ساب التقوى. ساب التقوى ليه؟ لأن أنا عقدته في تفسير التقوى. قلت له التقوى دي درجة لو احنا كلنا اجتمعنا عشان نعملها مش هنقدر نوصل لربعها بالتفسير البلاغي ده. الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، مين يقدر يعمل كده؟ خلاص، ما دام تشعر بقى بانك انت مش قادر تقوم تقول انا مش من اهلها وتبعد. لا يا باشا، انت من اهلها، والله انت من اهلها. ازاي؟ ربنا بيقول فاتقوا الله ما استطعتم. ربنا ما قالكش فاتقوا الله بالوضع الفلاني، لا، فاتقوا الله ايه؟ ما استطعتم، على قد استطاعتك. مين يقدر يعرف مقياس استطاعتك؟ انت بس. اوعى تقولي ان استطاعتك دي شيخك يعرفها ولا جارك يعرفها، ده حالتك النفسية دي جواك انت الادرى بيها، ضميرك. عشان كده بنقول التفسير اللي ياخد بايد الناس للتقوى صحيح هو التفسير العملي الواقعي واللي على قد إمكاناتهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ده نص قرآنية. فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما قالش ما أمرتكم به فأتوا به، لا، فأتوا منه ما استطعتم. عشان كده بنقول إن تفسير التقوى الضمير، ضميرك يبقى صاحي، ومدام ضميرك صاحي اللي هيحكم عليك ضميرك، مش اللي هيحكم عليك شيخك. انت الاعلم، كلمتك اللي قلتها كلمة حق ولا باطل، مين اللي يعرف؟ انت. حق معناها ان قلبك شايفه حق، باطل معناه ان قلبك بيقولك ده باطل وانت بتخون ضميرك. اذا لازم نفسر التقوى بتفسير عملي علشان يبقى باب التقوى مفتوح لكل الناس. مش تدولي تعريف للتقوى معجز بحيث ان الناس كلها تيأس وتقول احنا مش من اهل التقوى. مين يقدر يعمل بقول علي بن ابي طالب ان التقوى العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل؟ مين ده اللي يقدر يجمع ما بين كل المعاني الكريمة دي اللي كلها كمال كمال كمال؟ ده الكمال لله. والحديث بيقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما تعاملوا الناس باعتبارها بني آدمين صحيح يخطئوا ويصيبون، ولا الخطاب الديني عاوز يخلي الناس يتشعر باليأس علشان الناس تشعر بالتقصير دايما، وطالما انك حاسس بالتقصير دايما يبقى اللي بيكلمك في الخطاب الديني هو الإمام وهو الولي من أولياء الله الصالحين اللي بيغلطش. لا يا أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، اعرفوا ان اصحاب الخطاب الديني بشر زيكم بالظبط، بيخطئوا ويصيبوا. اوعوا تظنوا ان اصحاب الخطاب الديني ما شاء الله ملائكه، لا، حطوا كده بصوا عليهم كده هتلاقوهم بشر زيكم بالظبط، ويمكن كتير منكم احسن في التقوى الى الله عز وجل. لا، لازم نفسر التقوى بتفسير عملي. التفسير العملي اللي ربنا قال عليه فاتقوا الله ايه ما استطعتم، هذا كلام ربنا.
ولا احنا هنجيب تفسير بلاغي لصحابي جليل ونخليه حاكم على كلام ربنا؟ لا، كلام ربنا فاتقوا الله ما استطعتم. فالتقوى هنا على قد الاستطاعة، والتقوى هنا الضمير، التقوى هنا النفس السليمة، القلب السليم. اللي يعرف القلب السليم من القلب المريض انت ايها الانسان نفسك. شيخك ما يعرفش، والله ما يعرف في قلبك فيه ايه. احنا بنتكلم في المستوى البشري، الله عز وجل الاله يعلم كل ما في القلوب صحيح، لكن مين من البشر يعرف قلب الانسان الاخر؟ ما فيش غير الانسان هو اللي يعرف قلبه بنفسه. عشان كده تعرفوا ان اعدائنا الحقيقيين اصحاب الخطاب الديني الوصائي اللي بيموتوا ضمائرنا، عايزيننا نعيش من غير ضمائر عشان هم اللي يقودونا ونبقى احنا بالنسبة لهم حطب وقطيع. لا، ايها الانسان الكريم اسمع لقول الله ولا تسمع للوصي الديني. ربنا بيقول بل الانسان على نفسه بصيرة. ربنا بيقول وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه. المهم ان صيام التطوع ده هيزود من تقواك وهيأسك على التقوى ويقظة الضمير. عشان كده ورد في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، نسمع كده الحديث ده، حيث عفوا رواه البخاري لم يرد في مسلم وإنما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة من أجمل الحديث، حديث قدسي. الحديث ده فقراته كلها جميلة وبتفتح الباب لكل إنسان، مش لناس دون ناس. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ده أول فقرة في الحديث. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي إيه؟ بالنوافل. حتى النوافل هي ايه؟ طاعات الزيادة، حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. وما من اللي بيقول الله في الحديث القدسي وما ترددت، تردد، وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن. نفس المؤمن ولا نفس المؤمن مؤمن بالله؟ عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. ونكمل بعد الفاصل. يا رب اهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وبعد، فقد عدنا لحضراتكم من جديد مع برنامجكم أولادنا، اللي قلنا قبل الفاصل إن موضوعنا النهاردة عن صيام التطوع. وليه صيام التطوع؟ لأنه بعد صيام الفريضة اللي هو صيام شهر رمضان، باب التطوع مفتوح. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول، الناس المتعطشة واللي ما بتشبعش من العبادة تشبع، اللي لسه ما شبعش من الصلاة يصلي نوافل، اللي لسه ما شبعش من صيام رمضان يصوم نوافل. الأمر الثاني، الناس اللي هي تشعر بالتقصير ونفسها تعمل خير ومش قادرة تعمل خير بفلوس، تقوم تعمل خير فين؟ في زيادة يقظة ضميرها، زيادة التقوى بأداء العبادة. وعرفنا إن صيام التطوع وسائر العبادات بتزود تقوى القلب، وعرفنا أبسط تعريف للتقوى إن الضمير يبقى صاحي، ضميرك يبقى صاحي، بمعنى إنك تحكم على نفسك لو سمحت. الكلمة اللي بتقولها دي تضر ولا تنفع؟ الفعل اللي انت بتعمله في خير ولا شر؟ افضل من يحكم عليك ضميرك، اوعى تموت ضميرك، هو دي تقوى. لو حكمت على ضميرك بانك بتعمل خير، والخير ده باسم ربنا طبعا، ما هو الخير لله،
وربنا رب كل الناس، فلما سيادتك تنحاز لبعض الناس على ناس تانية ما يبقاش خير. تعرف نفسك انك بتشتغل لصالح فئة ولا جماعة، تعمل حسابك انك بتشتغل لصالحك، لصالح الوصاية مش لصالح الانسان. فين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او حتى يحب للناس في رواية تانية مثل ما يحب لنفسه. لازم ضميرك يبقى صاحي. فالعبادة التطوعية بتزود تقوى الإنسان، يعني بتزود يقظة ضمير الإنسان. الأمر الثاني إن التزود بالتقوى، لما سيادتك بتساعد نفسك وتزود تقواك، يعني بتزود يقظة ضميرك، أنت كده بتبقى أقدر وأقوى في مواجهة تحديات حياتك. هو سيادتك مواجهة لتحديات؟ يا نسمع لكلام ربنا عشان نعرف قد ايه الانسان عايش في تحديات مستمرة، مش تحديات وتنتهي، لا، التحديات مستمرة الى ان تلقى الله. لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووينهما ولد، لقد خلقنا الانسان في كبد. لقد خلقنا الانسان ايه؟ في كبد، بيكابد، يعني بيواجه تحدي بعد تحدي. مجرد ما تنتهي مرحلة الابتدائية ويبقى فرحان بينتقل للإعدادية، تنتهي الإعدادية وفرحان ينتقل لمرحلة الثانوية، تنتهي مرحلة الثانوية وفرحان تبتدي مرحلة الجامعة، خلص الجامعة وخد الشهادة وفرحان. لا يا باشا، أمامك حياة، أمامك شغل، بداية بحثك عن وظيفة، بداية بحثك عن دراسة عليا، ماجستير ودكتوراه، ولما تشتغل وتاخد درجة وظيفية ما انتهتش التحديات، بتبحث عن الدرجة الوظيفية الأعلى. إذن أنت دايما في تحدي أيها الإنسان. مش كده بس، تحدي ومكابدة في مسألة الظلم اللي بيواجه الإنسان في حياته، التهميش اللي بيواجهك في حياتك، زيادة الأسعار، الغلاء، ده مش تحدي ولا إيه؟ هتعمل معاه إيه؟ هتنتحر؟ ولا هتبقى أنت أقوى من غلاء الأسعار؟ حاجة من اتنين، إما إنك تضعف وتنسحب بالحياة ويبقى انهزمت، عجزت عن المواجهة، وإما أنك تقول أنا أقوى من أي تحدي. أيوة، خلي التحدي يزيد وخلي قدرتي وإرادتي تزيد أكتر وأكتر. بإيه؟ بالتقوى. التقوى اللي هو الضمير مع الله عز وجل، اللي هيخليك تقول يا رب أنا أعلم إنك رحيم، وإن الابتلاء اللي نزل بي ده أنا قادر على مواجهته، لأن لو ما كنتش قادر على مواجهته ما كنتش ابتلتني بيه. كوني أنا أشعر بعجزي عن مواجهة الابتلاء، لا، ده عجز رؤية شخصية، لكن اللي خلقني وقال ألا يعلم من خلق، يعلم إنك يا إنسان قادر، أيوة قادر على مواجهة تحدياتك، لأن ربنا قال على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهل اللي كتب على نفسه الرحمة يبتلي الإنسان أكتر مما يستطيع؟ بقى ربنا اللي قال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هيكلفنا أكتر من وسعنا؟ هيبتلينا أكتر من وسعنا؟ لا، كل ابتلاء هتشوفه مهما ظننت إنه أكبر من الابتلاء السابق، لازم تعرف إنك أنت أقوى منه، لأن اللي نزل الابتلاء ربنا. أفلاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن أنت يا إنسان قادر، أيوة أنت قادر على مواجهة كل تحدياتك. اوعى تقول إن الأسعار أقوى مني، إن ظلم المدير أقوى مني،
ان تهميش رئيسي في العمل عليا اقوى مني. لا انت اقوى منه، خليه يهمشك، الدنيا واسعه، بص يمينك بص شمالك هتلاقي الدنيا واسعه. الظلم ظلم ظلمات، ابشر لانتقمن من الظالم ولا بعد حين. اطمن ان الظالم ده له يوم، فما فيش داعي تضيع اعصابك وتضيع جهدك في انك عايز ترد الظالم، لا، على قد ما تقدر بس، وبالنظام المشروع، مش تخرج عن شعورك وتروح تعمل حاجة غير مشروعة. لا، اطمن الظالم ده له كبير وكبير قوي، الله عز وجل هينتقم منه. اطمن انت، يكون امن ان حقك هيجيلك. استمر بقى علشان تواجه تحدياتك، ولا الاسعار لما تغلى وماله سعار الاسعار. ايام النبي غلت الاسعار، والله كما ورد في حديث اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه والإمام احمد عن انس ابن مالك، بيقول ايه انس ابن مالك؟ غلى السعر على عهد رسول الله، الاسعار بقت غاليه. فالناس اللي هي تعبت من غلاء الاسعار توجهت الى سيدنا رسول الله وقالوا له يا رسول الله غلت الاسعار، فسعر لنا، خلي التجار يلتزموا بالتسعيره، قول ان الشعير ثمنه كذا، قول ان البر او القمح ثمنه كذا، طلع كده تسعيره خلينا نلتزم بها، سعر لنا يا رسول الله. طبعا لو كان سيدنا النبي استجاب لهم كنا هنعيش النهاردة في حيصة بيصة، وخاصة مع أوصياء الدين. ما هو احنا اتضح فيما بعد ان في ناس تجرد بالدين، كانوا هيقولوا الرسول سعر الشعير بتمن كذا اذن لا يجوز، والرسول سعر القمح بتمن كذا اذن لا يجوز الزيادة عليه، زي الظهر ما 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والصبح ركعتين، مش من حق حد في العبادة دي انه يزود على العبادة اي ركعة، واللي عاوز يأتي بالنوافل فيما بعد يأتي، لكن الظهر 4 يعني 4، والعصر 4 يعني 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات يعني 3 ركعات. لو كان سيدنا النبي استجاب لهم كنا وقعنا النهاردة في حيصة بيصة، واوصياء الدين كانوا قالوا لنا معقولة تخلوا سعر اللحم بكذا والرسول سعره بكذا؟ النبي قال ايه بقى؟ النبي قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو الله أن ألقاه وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة أو ظلامة. بيقول لهم أنتوا بتتكلموا على إيه؟ إن الله هو المسعر. الله هو المسعر، طب ربنا هيسعر إزاي؟ طب ما نزلش في كتابه. قال هيسعر عن طريقكم انتوا يا بشر، انتوا يا بشر اتفقوا مع بعض اتفاقكم يبقى ربنا راضي عليه. عايزين تسعرهم سعروا، اتفقوا مع بعض، الدين ما يتدخلش. ان الله هو المسعر، ربنا ما سعرش في القرآن، ربنا ما سعرش في الانجيل، ربنا ما سعرش في التوراة، ربنا ما سعرش في حديث قدسي. امال لما النبي بيقول ان الله هو المسعر اوفق ازاي بين ده وبين ده؟ أعرف إن ما كان لله ولم يرد به نص يبقى كل البشر فيه سواسية، زي الدين كده لما قال لنا ويكون الدين كله لله. طالما الدين كله لله إذن لكل إنسان له في الدين مثل ما لصاحبه، سيادتك تختار الدين اللي أنت هتشوف في قلبك إنه هيرضيك يوم لقاء الله، وأنا هختار الدين اللي هيرضيني يوم لقاء الله بحسب اختياري أنا، مش بيخيرك أنت لو سمحت، وده برضه باختيارك انت مش باختياري انا، وظيفتنا احنا نقل معلومات، وفي الاخر سيادتك كل واحد فينا مسؤول عن اختيار دينه. عشان كده كان الدين لله، نفس الامر التسعير، التسعير لله، يعني ما حدش من حقه يسعر بارادته. عايزين تسعرهم يبقى باتفاقكم يا ناس، ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة أو ظلامة. لو أنا سعرت يبقى أنا وقعتكم في حرج، وأنا مش عايز أوقعكم في حرج ولا أشيل وزركم. ونكمل بعد الفاصل. يا رب اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني
سيئها إلا أنت. عدنا لحضراتكم من جديد مع برنامجكم أولادنا، وقلنا قبل الفاصل موضوعنا النهاردة عن صيام التطوع. ليه عن صيام التطوع؟ لأن صيام التطوع عبادة تطوعية اختيارية للإنسان هو اللي بيتقرب بيها إلى الله. اتضح إن في ناس بتبقى نفسها تشبع أكتر من العبادة بعد ما صامت رمضان، لسه متعطش كمان نفسه يصوم كمان، فربنا فتح باب صيام التطوع. ناس لما بتصلي الظهر بتحس كده انها 4 ركعات قليلين وعايزة يجيبوا كمان، فربنا شرع صلاة التطوع النافلة. الامر التاني ان في ناس بتأثر كتير في اداء الفريضة، لما بيجي يصوم رمضان بيصوم رمضان مع اهمال وتقصير، ولما بيصلي الظهر ولا العصر بيصلي الفريضة دي مع اهمال وتقصير، فبدل ما يعيد الصلاة تاني والإعادة فيها نوع من الوسوسة، فربنا فتح باب صيام التطوع وصلاة التطوع علشان يجبر الخلل والنقص من زيادة الثواب في صيام التطوع وصلاة التطوع، يعوض جزء من الخلل اللي وقع في صيام الفريضة أو صلاة الفريضة. عشان كده كان مشروعية العبادة التطوعية في الصوم وفي الصلاة وفي العمرة وفي الحج. عرفنا ان صيام التطوع ده بيأسس التقوى وبيزود التقوى في النفس، وفسرنا التقوى بانها الضمير اليقظ، الانسان اللي ضميره صاحي. وكمان عرفنا ان صيام التطوع اللي بيزود التقوى ده عند الانسان بيجعله قادر على مواجهة التحديات. هو الإنسان أمامه تحديات، ما له عايش إزاي؟ أنت عايش، إذا أنت في تحدي يا إنسان، أنت اتخلقت فأنت في تحدي، تحدي مستمر. التحدي ده أنت قادر عليه، لأن التحدي ده ابتلاء من الله وقضاء وقدر، وطالما قضاء وقدر إذا أنت قادر عليه. ربنا ما بيبتليش حد اكتر من طاقته. كون الانسان يشعر بالعجز او ان الابتلاء اكبر منه، ده وهم عندك، ده انت اللي لازم تقاوم نفسك وتعرف انك قادر على مواجهة اي تحدي. ولو ربنا ابتلاك بتحدي اكبر من حجمك، يبقى اذا ملكش حياة في الدنيا هتعيش ليه؟ طالما ربنا ادك عمر واجل تعيش، إذن أنت قادر على مواجهة التحدي، والتحدي مستمر. وعرفنا أن ربنا بيقول لنا لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد يعني إيه؟ مكابدة. مكابدة يعني إيه؟ عقبة بعد عقبة، مواجهة زنقة بعد زنقة، مواجهة تحدي بعد تحدي. كمان في قول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح، أيوة أنت إنسان كادح، بتواجه مشقات بعد مشقة، ومجرد ما بتنتهي مرحلة من المراحل وتبدأ وتقول أنا خلصت، لا ما خلصتش، أنت خلصت تبتدي تاني. يعني إذا كنا احنا بنقول يا رب إن شاء الله في أقرب وقت ندحر الإرهاب، وهب نعلن إن مصر خالية من الإرهاب، بل الوطن العربي كله بإذن الله خالي من الإرهاب، آه ماشي، وبعد كده لازم تنتقل لتحدي تاني اللي هو ايه بقى؟ بناء الحضارة. مش خلصت مواجهة الارهاب؟ يلا الفلوس اللي صرفتها في مواجهة الارهاب يلا اصرفها علشان تبني الحضارة وتعمر اكتر. وفي التعمير بتواجه تحديات، طبعا بتواجه تحديات كتير. يعني كنت امس في اجتماع وواحد من الحاضرين بيقول انا رحت في أجازة العيد طريق العين السخنة وشفت طريق الجلالة وشفت الحقيقة طرق جميلة ووسعوا الشارع بقى رايح جاي وحاجة بقت حلوة قوي، ويعني بس ليه المصاريف دي؟ هي مصر محتاجاها؟ قمت أنا قلت سبحان الله، ده أنا بحسبك لما شفت الطريق بقى حلو رايح جاي والحوادث قلت فيه
وبقى طريق يشرفك وتشعر كده لما يجيلك ضيف في أي مكان تعالى موريك طريق جميل، وبلدنا بقت فيها طرق عالمية تقول الحمد لله. انت كي تقول هي مصر محتاجاها؟ سبحان الله، ما فيش الحمد لله. فين لئن شكرتم لأزيدنكم. ده تحدي ومش تحدي؟ تحدي. تحدي اللي بيشوفوا الجمال ومش عاجبهم برضو، مقتنعين بان ده جمال، بان في طرق وانفاق وفي شغل، بس يقولك احنا محتاجين دلوقتي، لا محتاجين حاجه تانية. ايه ده؟ ده تحدي. من ضمن التحديات، فسيادتك قادر على مواجهه التحدي. وبعدين ده على فكره ابسط التحديات، لان ربنا قال لنا على هؤلاء ايه؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. كمل مسيرتك، امشي قدام، كمل اعمارك، ما تلتفتش للي بيحاول يشغبك عشان تمتنع عن الانتاج والاعمار والبناء وانك عملت حاجه. يا انسان انت عملت حاجه، افرح انك عملت حاجه، بس استمر في الحاجه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. ما فيش حاجه اسمها علم ينتهي. ما فيش واحد يقول انا اخدت بكالوريوس، لا يا باشا، بعد بكالوريوس في ماجستير ودكتوراه. انا اخدت الدكتوراه، يا باشا، بعد الدكتوراه في ابحاث. لحد لما تموت العلم ما بيمتهيش. برضو كنت في اجتماع قريب وبعدين استاذة كبيرة بتقول انا حصل على كذا من الشهادات وحصل على كذا من الجوائز، يعني خلاص وصلت القمة. قلت لها مش ربنا بيقول وفاق كل ذي علم عليم؟ ولا خلاص خدتي اعلى الشهادات وافضل الاوسمة وصلتي الى قمة العلم؟ مفيش حد يزعم انه وصل لقمة العلم. لما تقعدوا مع بعض من دول اوصياء دينيين على فكره، ودول اوصياء علميين، التلميذ سياتي بجديد عن الاستاذ. اوعوا تظنوا ان التلميذ لن ياتي بالجديد، بدليل ان اللي عاملين نفسهم النهارده اساتذه كانوا امبارح تلامذه، صح ولا لا؟ اعلم استاذ النهارده كان امبارح ايه؟ كان تلميذ. على ايد مين؟ على ايد من كان يزعم انه اعلم استاذ في عصره. طيب تلميذك اللي انت بتحتقره ده هو، اللي انت شايفه قليل ده هو، بكره هيكون اعظم منك 3 مرات وهيدرس لتلامذته برضه، بدليل ان التكنولوجيا انت شايفينها والتطور العلمي انت شايفينه يخلي الواحد يتواضع ويعرف وفوق كل ذي علم عليم. في تحدي، لازم نقبل التحدي. وبعدين هم ربنا كمان بيقول لسيدنا النبي فإذا فرغت فانصب. يعني إيه فإذا فرغت فانصب؟ يعني بمجرد أن تفرغ من أداء مهمة، ها، شد حيلك واستعد للمهمة التالية. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذن إحنا في تحدي بصفة مستمرة، وعشان نواجه التحدي باستمرار وننجح في استمراريتنا في مواجهة التحدي، انت ممكن تواجه التحدي وتفشل فيه، بس ده مش ضياع ولا فشل. ليه؟ لان انت اخدت قرار تواجه التحدي. فاهم حاجة عندي انك تواجه التحدي، حتى ولو ما نجحتش تلميذك هيكمل، ابنك هيكمل، اللي بعد منك هيكمل. اصل لازم من مواجهة التحدي، المواجهة في حد ذاتها هي المطلوبة من سيادتك. واجه والنتيجة على الله. افرض النتيجة ما جاتش في ايديك، هتأتي في الجيل الذي يليك، لكن المسؤولية انك تواجه التحدي. المواجهة دي اساس. ربنا بيقول ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما قالش ادحروهم، لا، انت بس تستعد وتعد وتاخد حذرك وتاخد بالاسباب، والنتيجة على الله. نفس الامر بقول لك ذاكر، والنتيجة بقى كونك توفق في الامتحان او لا توفق بتاعت ربنا. المهم تذاكر. لازم تأتي بالخطوة الاولى المطلوبة من سيادتك. نفس الامر لما تلاقي عقبة لازم تواجهها. لقيت غلاء اسعار، تواجهه بانك تشتغل شغل زايد، ممكن تواجهه بانك تقلل من استهلاكياتك، جايز. تواجهه بانك تمد ايدك للجهات التي تقدم اعانات، جايز. كل ده وارد، ده مواجهه. لكن تقعد
في حالك كده وتقعد تندب حظك وما يبقاش إلا الكلام، ده مش مواجهة. لازم من مواجهة أي تحدي عشان تواجه. إذن تستعد وتربي نفسك على المواجهة وتدرب. فين التدريب؟ ده الرياضي علشان يبقى رياضي بيقعد يدرب قد إيه عشان يبقى رياضي صح، واللي بيخطب وبيكلم مع الناس بيقعد يتدرب قد ايه عشان يعرف يتكلم ويواجه الناس صح. هو انتوا بتظنوا الخطباء الجمعه اللي انتوا بتسمعوهم دول اتولدوا خطباء؟ لا، اتولدوا زي بقيه خلق الله. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اتعلم وبدا يتدرب، واول خطبه كان بيعرق وكان بيتلجلج وبهب، بقى خطيب مفوه. عمره ما هيبقى خطيب مفوه الا بتدريب، عمره ما هيبقى مدرس حاذق وماهر إلا بالتدريب، عمره ما هيبقى طبيب ناجح. والأطباء واللي بيعالجونا دول اتخرجوا من كلية الطب ما شاء الله، جراح عظيم ومعالج درجة أولى، لا، من ضربته وتدريبه بقى أستاذ كبير. إذن كل شيء بالتدريب نفس الأمر، عشان تواجه التحدي يبقى لازم تتدرب وتربي نفسك على إنك تواجه التحدي. فمن ضمن أدوات التدريب صيام التطوع. فلو سيادتك زودت شوية صيام تطوع، عرفت إنك بتقول لنفسك في مواعيد للأكل وفي مواعيد للشرب وفي تقرب إلى الله عز وجل بصيام التطوع، فأنت دربت نفسك إنك زي تصبر، زي تتحمل الجوع. تدريب. خدها من الفلسفة دي، هتلاقي نفسك عرفت تدرب نفسك على الأفضل والأنجح. إذن صيام التطوع اللي بيزود التقوى، وهو زي ما فسرنا التقوى بالضمير اليقظ، الضمير الصاحي، بيخلي الإنسان قادر على مواجهة التحديات. وعلى فكرة ده في كل ملة سماوية سابقة، وحتى في الفكر الإنساني. يعني أنا هذكر لكم حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري، بيدل على إن ده عمل إنساني. يعني إيه عمل إنساني؟ قال لو الإنسان فكر صح هيتدرب صح، هيتعلم مواجهة التحديات. سيدنا بيقول إيه؟ إن الأشعريين، من أشعريين دول؟ قبيلة أبي موسى الأشعري. مالهم؟ كانوا إذا أرملوا في السفر، أرملوا في السفر يعني سفرهم، وبعدين أكلهم والزوادة بتاعتهم خلصت، فبدأوا يفتشوا في الرمل عن يعني جلدة يأكلوها ولا أي شيء يأكلوه. أرملوا بحثوا في الرمل لأن أكلهم اللي في إيدهم في الزوادة خلص. كانوا إذا أرملوا في السفر أو قل عيالوا طعامهم في المدينة، في قاعدين في المدينة ما سافروش ولا حاجة، بس الأكل قليل، ما فيش إنتاج، الأكل أقل، يعملوا إيه؟ كانوا إذا أرملوا في السفر أو قل طعام عيالهم في المدينة نادوا أهل القبيلة كلهم، تعالوا كل واحد فيكم بالأمانة يطلع كل مدخراته الغذائية اللي في البيت بالأمانة، ما حدش يفهم ربنا. أيوة، طلعوها كده ويحطوها في كوم واحد، ثم يأتوا بإناء ويقتسمونه فيما بينهم بالسوية. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا منهم وهم مني. الله عليك يا رسول الله، لما بيمتدح ناس بتعرف تتراحم بنفسها. ونكمل بعد الفاصل. يا رب اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وبعد، فقد عدنا لحضراتكم من جديد مع برنامجكم أولادنا، وقلنا إن موضوعنا النهاردة عن صيام التطوع، يعني بيان مشروعية صيام التطوع، لأن لسه صيام التطوع له أحكام كتير عايزين نعرف تيسيراتها إيه. لكن حديثنا النهاردة ليه شرع صيام التطوع؟ هو نفسه السؤال، ليه شرع صلاة التطوع؟ هو نفسه السؤال، ليه شرع حج التطوع؟ وقلنا إجابتين. الإجابة الأولى إن في ناس نفسها تشبع أكتر في أداء العبادة، فلما بيصلي الظهر 4 ركعات ولا بيصلي الصبح 2 ركعات بيشعر كده إن هو لا ناقصه حاجة، نفسه كمان يصلي كمان. فربنا شرع صلاة التطوع. وواحد تاني بيصوم رمضان ولما بينتهي رمضان بيبقى زعلان، نفسه كمان يصوم، فربنا شرع صيام التطوع علشان الذي يرغب في التشبع من ممارسة العبادة
لأن العبادة ديت يعني طاعة لله ولها مذاق خاص، فواحد بيدقها وشاف حلاوتها ونفسه ياخد كمان، فالطريق مفتوح. الأمر التاني إن في ناس بتأدي الفريضة وتشعر بالتقصير، فيقول لك أنا بصلي سرحت في الصلاة، أنا بصلي تعجلت فيها ونفسي أعوض الخلل ده. أعوضه إزاي؟ هي الصلاة صحيحة، هي الصلاة فاسدة ولا حاجة، بس هو شاعر كده إنه ما أداش الصلاة على الوجه الأكمل، فنفسه يزود ثوابه، فلهذا شرع صلاة التطوع. نفس الأمر في الصوم، واحد صام رمضان واستشعر كده أنه كان ممكن يأدي رمضان بطريقة أفضل من اللي هو أدى بيها، فليجل هذا شرع صيام التطوع علشان ياخد ثواب في التطوع يعوض النقص اللي راح، أو اللي هو متوهم أن عنده نقص أو عايز يزود رصيده من الحسنات. طبعا زي ما عرفنا أن صيام التطوع وصلاة التطوع دي إرادة الإنسان، يعني انت يا انسان اللي قررت تأتي بها، ربنا ما امركش ان تأتي بها، لكن فتح لك الطريق واتح لك الفرصة انك تأتي بهذه التطوعات، خاصة انها بتربي ضميرك. العبادة مش تبتل، ده العبادة بتربي الضمير وبتحقق معنى التقوى وسيادتك. لو ضميرك تيقظ وتقواك زادت، اذا انت بقيت اكثر قدرة في مواجهة التحديات، وخاصة انت يا انسان عايش في تحديات مستمرة. ما اوعى تقول لما هتجوز الامور هتستقر، لا، بعد الجواز في برضو تحديات اخرى، تحديات استمرارية بيت الزوجية في هدوء، تحديات الأولاد لما يأتوا محتاجين رعاية ومحتاجين إنفاق ومحتاجين تمكين لحد لما جوزهم. مش تقول لما جوزت يقول ارتحت، أبدا، ده مرحلة وبعد كده في مرحلة تاني. أنت علاقة ابنك بمراته هتستمر ولا فيها اضطراب؟ علاقة بنتك بزوجها هتستمر ولا فيها اضطراب؟ هتشيل مسؤولية برضه. وكمان لما هيخلفوا، أنت قلقان لقلق ابنك على ابنه، ابنك مريض ولا حفيدك يعني ابوه اللي هو ابنك هيرتاح ولا محتاج يروح للاطباء والتعليم. لا لا لا، الحياه مستمره في تحدياتها. طالما الحياه مستمره في تحدياتها، اذا لازم تتسلح بالقوه اللي تمكنك من مواجهه التحديات، وما فيش اكتر من تربيه النفس على تقوى الله اللي هتخليك تصبر، مش تنتحر. تصبر في اي زنقه من الزنقات هتصبر، ايوه. وبعدين الصبر ده هو دليل على انك مستمر في رسالتك، مش هتنسحب، وده عباده لله عز وجل في ذاتها. كون الانسان يستمر في مواجهه تحدياته ده عباده لله عز وجل. فانت لما بتزود عبادتك لله وصيامك التطوعي وصلاتك التطوعية، بتتسلح بأنك أهل لمواجهة أي تحديات اللي هي قدر أي إنسان. كمان صيام التطوع لازم نعرف أنه مش كله ممدوح شرعا، لا، ده في صيام تطوع ما هوش ممدوح شرعا، مذموم. آه مذموم، إنما الأعمال بالنيات. هو انت بتصوم صيام تطوع عشان ايه؟ عشان تقول للناس انك انت اكتر ايمانا منهم؟ يبقى انت بترأي. صيام تطوع ايه؟ هو انت بتصوم لله ولا بتصوم للناس؟ ما هو نفس الامر اللي بيعلن كده الشركة الاسلامية. شركة اسلامية، هو انت عامل اعلان شركة اسلامية ليه؟ هو انت خلاص هتقابل ربنا تقول الشركة الاسلامية تحاسبنيش؟ انت ولا انت بتاجر بوصف الاسلامي ده؟ انت متاجر، لان اسلامي واي امر يتعلق بالدين علاقه بينك وبين ربنا، تعلنها ليه للناس؟ انت صايم، صايم لله، تقول للناس ليه؟ انت بتحج، بتحج لله، بتقول للناس انت ايه دخل الناس فيها؟ انت تقول لما حد يسالك انت كنت فين؟ تقول له انا كنت في كذا. لكن تعمل اعلان تقول انا رايح حج، تعمل اعلان تقول انا بصوم؟ لا، ده
انت كده متاجر بامر الدين. ف والحديث بيقول اليسير من الرياء شرك، من عامل عملا اشرك فيه غير تركته لغيري ولا ابالي. انت مدام بتصوم للناس عشان الناس تقول انت صايم، وبتقرا قران عشان الناس تقول قارئ، في الحديث الصحيح يؤتى بالعبد يوم القيامه فيقول الله لعبده ماذا فعلت في الدنيا، يقول يا رب انت اتيتني مال وكنت انفق منه ذات اليمين وذات الشمال، فيقول الله كلا لقد انفقت ليقال جواد، انت كان كل اللي يهمك الناس عليك كريم وجواد وتدي، والناس قالت وسمعتها طلبك وتحقق في الدنيا، عايز ايه في الاخره؟ التاني ربنا يقول له ماذا فعلت في الدنيا، يقول يا رب قرأت كتابك آناء الليل وأطراف النهار، أنا يا كنت أعمل ختمة كل يوم ختمة كل يومين، فيقول الله لعبده كلا لقد قرأت ليقال قارئ، ألا وقد قيل، الناس قالت، مش أنت كنت كل همك الناس تقول عليك أنك أنت تقرأ كتابي، الناس قالت لا ادخل النار يلا، لأنك أنت عملت للناس ما عملتش لله. لو انتوا طبقتوا الحديث ده على سائر حياتنا تلاقوا بقى اللي بيقدم نفسه على انه ولي من اولياء الله الصالحين وتقال عليه ولي هيقابل ربنا يقول له انت كنت عامل صاحب خطاب ديني عشان يقال عليك ولي من الاولياء، الا وقد قيل يلا، مش انت كنت كل طلبك في الدنيا الناس تقول عليك من اولياء الله الصالحين وبتاع ربنا، اتقال زي ما شفنا في 2012 كده، الناس اللي طلعوا عليهم إشاعة كده دول بتوع ربنا، وشفنا بعينينا إن كانوا طمعانين في كل شيء وباسم ربنا، إيه هيتقال عليهم؟ دول بتوع ربنا. طيب كان كل تقديمهم وعملهم الديني حتى يقال إن هم بتوع ربنا وتقال، يبقى لهم أجر في الآخرة؟ لا، ما لهمش اجر في الاخره. اجر ايه اللي في الاخره؟ ده خلاص كان كل طلبهم ان يقال عليهم انهم بتوع ربنا. اذا انت يا انسان في امر دينك خليك كده سر بينه وبين ربنا، مفيش داعي تجر بالدين عشان ما تضيعش ثوابك في الاخره. يعني اكثر خطابي فيه مواجهه وتحذير لتجار الدين، لان هم اللي هيضيعوا في الاخره لمصلحتهم. يا تجار الدين لو انتوا عاوزين تؤجروا يوم القيامه مفيش داعي للمتاجرة الدينية، وعيشوا في دينكم في سلام وسيبوا غيركم يعيش في دينه في سلام. مفيش وصاية دينية، كل وصي ديني بيتاجر بالدين. الوصي الديني اللي هو مين؟ اللي هو عاوز يفرض وجهة نظره عليك، عاوز يفرض دينه اللي اقتنع بيه عليك، عاوز يفرض تفسيره الديني عليك. لا، مش من حق حد يفرض على حد حاجة، لا إكراه في الدين، وقول حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كونك تفرض على الاخر قناعتك وتقول فلان بيفتي براي شاذ، فلان بيفتي براي ضعيف، وهوب لا، عشان ايه؟ عشان تفرض فتوتك انت على الاخر، تقوم تهاجم الاخرين، ده وصايه دينيه. هاي قابل ربنا وشوف هيديك اجر ولا مش هيديك. هيقال انك انت افتيت من اجل ان يقول انك انت صاحب الفتوى الصحيحه، الا وقد قيل، خلاص مالكش اجر فتوى. عايزين نتواضع في الدين، عايزين نعيش الدين حاله، مش نعيش الدين مكاسب اكسب بها عليك وابقى رئيس عليك ولا انت تبقى رئيس عليا. الدين علاقه بين العبد وربه، عشان تبقى رئيس عليا بارادتي، عشان ابقى رئيس عليك يبقى بارادتك، انت اللي تختارني وانا اختارك باراده الناس. لكن واحد يزعم ان هو الصح، لا. عشان كده بنقول مش كل صيام تطوع مستحب وممدوح صاحبه، ده في صيام تطوع محرم زي صيام الرياء، وكمان زي صيام يوم العيد، لان في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره ان سيدنا رسول الله نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الاضحى، وانت جاي تسيب لي طول السنه وجاي تصوم لي يوم العيد، يبقى ده صيام ايه؟ تقول انا بتطوع؟ طب ما انت عندك طول السنه ما جاتش على يوم العيد فطر ويوم العيد اضحى. كمان لو انت ظلمت نفسك، يعني ظلمت نفسك؟ يعني لو انت جاي انت عارف قدرة نفسك وعندك ضيوف وعندك زوجة شابة
وعندك حياة انت عايشها وجاي ضد كل ده وتصوم صيام تطوع عشان تأذي غيرك وتأذي نفسك، يبقى انت لك أجر. خد حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك بيقول ايه، ثلاثة من أصحاب رسول الله راحوا رايحين بيوت أزواج النبي اللي هي أمهات المؤمنين يسألونهن عن عبادة رسول الله اللي في البيت التي لا يعرفه أحد، علشان يقولوا أكيد الرسول بيأتي بعبادة إحنا مش عارفينها، نقوم إحنا بقى نجيبها من الكنترول. يسألوا كده زوجات سيدنا النبي أمهات المؤمنين، فلما أخبروا كأنهم تقلوها أمهات المؤمنين قالوا لا الرسول ما عندوش وشين، الرسول وش واحد، اللي انتوا شايفينه بره هو اللي جوه، صلاة الخمس صلوات وصلاة النوافل اللي انتوا عارفينها ما بيخبيش حاجة عنكم. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، أنا بقى طول الليل هصلي وهلزم نفسي. والتاني قال أنا أصوم النهار أبدا، والتالت قال أنا لا أتزوج النساء. سيدنا بسمعهم فخرج إليهم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شفتوا لازم الإنسان يعيش حالته إزاي، كل واحد يعيش حالته ما يعيش حالة الغير، كل واحد يشوف إمكاناته ما يشوفش إمكانات الغير، يعيش على إمكاناتك مش على إمكانات الغير، عيش على عقلك مش على عقل غير، عيش على فهمك مش على فهم الغير، عيش أنت، أنت فلان عيش فلان، أنت علان عيش علان، مش تعيش في توب الآخر، محدش يعيش في توب الآخر عشان تبقى أنت إنسان على نفسك. وقتنا انتهى، وإن شاء الله هنكمل في الأسبوع القادم أحكام صيام التطوع بقى عن ترغيباته، إيه تيسيراته، عشان يبقى في صيام تطوع بفي تيسيرات، هنسمع تيسيرات ياه مفتوحة. طبعا هتغيظ أوصياء الدين، إزاي بتفتح باب الحلال الأكتر، حرم، لا إحنا مش وصلنا لا بنحلل ولا بنحرم، إحنا بنبين للناس والناس أسياد. قبل ما نهي برضو عايز أشكر الأستاذ محمد ساري المخرج البرنامج والمذيع ومهندس الصوت اللي بيقعد معايا الساعتين دول بكل أدب وبكل ذوق، وأنا مدين له، ونفسي تسمعه مرة في مرة من المرات كده هنكشه وأكلمه عشان تسمعه قد إيه أخلاقه الكريمة، وبتمنى كل شاب أشوفه في حياتي بالأخلاق الحلوة دي، ونشوفكم وأنتم في أحسن حال.